السابعة تماما بتوقيت الجزائر، موعد النشاط الصباحية، أهلا بكم. بداية وبلهجة قوية، قوة اعتناقها للقضية الفلسطينية، الجزائر تحاصر الكيان الصهيوني المحتل في أروقة مجلس الأمن الدولي بعدما أفقدته العدالة الدولية توازنه. الجزائر وعلى لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أكدت أنه يتعين على مجلس الأمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعلاء صوت العدالة في وجه الفظائع المرتكبة حاليا بغزة، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالقطاع، مؤكدا أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة، وأن الأمم المتحدة والمجموعة الدولية آلت على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب، وأن المحتل الصهيوني يجب أن لا يكون مستثنى من هذه القاعدة. إلهام عشير. رفعت الجزائر بالصوت العالي من أجل وضع حد لحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على غزة، فمن على أقوى طاولة أممية طالبت الجزائر بوجوب إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية لمعاقبة الكيان الصهيوني، لأن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة، تؤكد الجزائر. يأتي اجتماعنا هذا والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس، ويأتي بعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر دعوة حدوث انتهاكات الاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية بقطاع غزة. إن هذا القرار التاريخي يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة. لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة. لا بد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة الآن بغزة، مثل ما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. سيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد مجرمي الحرب وأعداء الحياة والإنسانية. كلمات السفير بن جامع بحقائقها الموثقة تناولت الوضع المزري في غزة والذي يدخل شهره الخامس، مجددا دعوة الجزائر إلى الوقف الفوري لهذا العدوان الهمجي. إنه على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة، كما إنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير. لا بد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون. سيد الرئيس، إن التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار. لا بد من وقف هذا العدوان العبثي الآن. لا بد من وقف إطلاق النار فورا. وعلى كل من يعترض على ذلك أن يساءل ضميره ويراجع إنسانيته. إن ما يحدث في غزة من فظائع ترفضه الفطرة الإنسانية السليمة.
جلسة مجلس الأمن الطارئة اليوم التي عقدت بطلب من الجزائر وفق تعليمات رئيس الجمهورية شكلت في فحواها عارضة أخرى في وجه الكيان الصهيوني، يقف معها القانون الدولي بكل هيئاته ومؤسساته أمام المسؤولية الإنسانية والأخلاقية له. السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور ثمن خطوة الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية وجهودها نصرة للعدالة وإحقاقا لحق الشعب الفلسطيني في الحرية. نشكر الجزائر لطلب هذا الاجتماع لمتابعة قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي أحالتها إليها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية. واسمحوا لي أن أكرر عميق الشكر لجنوب أفريقيا على دورها الريادي الأخلاقي وعلى هذه المبادرة التي قد حظيت بتأييد ساحق من شعوب العالم وحكوماته. من جهتها أثنت ممثلة جنوب أفريقيا بالأمم المتحدة ماتيو جويني على تحرك الجزائر ودورها في وصول القضية الفلسطينية إلى أروقة العدالة. السيدة الرئيسة، أشكرك وأشكر وفد الجزائر وأعضاء مجلس الأمن على توفير هذه الفرصة أمام جنوب أفريقيا للتحدث أمام المجلس في جلسة الإحاطة هذه. نشكر وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية وللإغاثة الطارئة السيد مارتن جريفيث، نشكره على إحاطته. فهذه الإحاطة ومداخلات عدد كبير من أعضاء المجلس التي استمعنا إليها هذا الصباح توفر صورة واضحة للوضع المدمر في غزة وعن الفظائع المرتكبة في فلسطين من خلال استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية ومرافق الأمم المتحدة وأهداف هشة أخرى. في تطورات الوضع بغزة، كثف طيران الاحتلال الصهيوني من غاراته على دير البلح والنصيرات وسط القطاع مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحى. وفي هذا الصدد قالت وزارة الصحة بالقطاع أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة راح ضحيتها 150 شهيدا و313 مصابا خلال الساعات 24 ساعة الماضية. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال ساحة مستشفى الأمل بخان يونس وأطلقت وابلا من الرصاص على المرضى والكوادر الطبية ما أدى إلى استشهاد شخص على الأقل. يحدث ذلك في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من مجاعة شاملة عبر كامل القطاع، مشددة على مخاطر جمة ستترتب عن وقف تمويل منظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وعلى مشارف الشهر الخامس من العدوان الصهيوني الهمجي، لسان الحال في غزة عدوان متواصل يستهدف كل الحياة ووضع إنساني كارثي يزداد قتامة في ظل التضييقات والعراقيل التي يمارسها ويفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول المساعدات الإنسانية للقطاع. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. هكذا يتباهى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير المنازل والمربعات السكنية بعد مرور 17 يوما بعد 100 من العدوان. فمدينة خان يونس ما زالت تعيش أبشع صور الإبادة كباقي محافظات غزة من حصار مطبق من جهاتها الأربعة وسط إطلاق للصواريخ وقذائف المدفعية والرصاص حتى على المستشفيات وطواقمها التي تعجز عن الوصول للجرحى. المستشفى محاصر بالكامل بالإضافة إلى ما يقارب إلى 7000 نازح موجودين في المستشفى منذ 7 أيام حتى هذه اللحظة. لم نستطيع من إرسال المواد الطبية والإغاثية بالإضافة إلى الطعام وحليب الأطفال. جرائم يحاول الفلسطينيون دفنها مؤقتا كهذه المقبرة الجماعية الجديدة بمدينة رفح جنوبي القطاع، والتي تضاف إلى عدد كبير من المقابر كتلك التي اكتشفت في بيت لاهيا شمالا بعد انسحاب آليات الاحتلال، وتضم نحو 30 فلسطينيا مكبلوا الأيدي ودفنوا في أحد المدارس في الشمال. يعني منذ قرار المحكمة اليوم حوالي 400 شهيد سقطوا، وبالتالي سياسة استهداف المدنيين، سياسة تدمير المنشآت المدنية، سياسة حصار المستشفيات ومنع إمدادات الوقود ومنع حتى حركة الطواقم الطبية، هذا هو استكمال لجريمة الإبادة الجماعية.
حرب إبادة تتواصل في ظل تحركات فلسطينية على الأرض، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ يطالبون بوقف المجازر المرتكبة بحق عائلات بأكملها، وباتوا يلبسون أكفانهم للتعبير عن المذابح التي اقترفها الاحتلال ويمكن أن تقترف أيضا في أي حين. يأتي ذلك وسط تطلعات فلسطينية للتحرك الجزائري في مجلس الأمن الدولي بعد قرار الجنائية الدولية. أنا جيت أنا بنتي حاملي كفنها على إيدها، مشروع شهادة، في أي لحظة ممكن طيران الاحتلال يقصفنا، حتى وإحنا بننسق في الفعالية هذه اللي هدفها توصل صوت الفلسطيني، الأم الفلسطينية النازحة اللي فقدت بيتها، فقدت زوجها، إحنا أصبحنا أمهات شهداء، أخوات شهداء، زوجات شهداء، سيد حفيدات شهداء. الموقف الجزائري الأخير في مجلس الأمن الدولي لربما سيكتب، يعني سيكتب بالتاريخ الفلسطيني بمداد من الذهب حقيقة، ولن ينسى شعبنا الفلسطيني هذا الموقف العظيم. فعندما يأمن الاحتلال الإسرائيلي العقاب فإنه حتما يزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذا العدوان المستمر منذ أكثر من 117 يوما. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في التعاون الجزائري الصيني وعلى هامش ترأسه لأشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، التقى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي بنظيره الصيني ني هونغ. وفي صلب اللقاء تأكيد على مرافقة التقنيين الصينيين للمشاريع المتفق عليها، لا سيما مشروع المدينتين الجديدتين قيد الإنجاز ببوكزول والمنعة. أيدحو. الصين القوة الاقتصادية العالمية ومثال لاقتصاد المستقبل بمدن جديدة تجمع بين الصناعة والتكنولوجيا، وأنسيون مدينة أنموذج على ذلك. تسعى الجزائر معها إلى مد جسور للتعاون في قطاعات حيوية لا سيما السكن، بمرافقة الخبراء الصينيين لتجسيد مشاريع المدن الجديدة التي تسعى الجزائر لتشييدها ببوكزول لمنيعة وحسيم سعود. تثمن الجزائر عاليا المساهمة الكبرى للشركات الصينية في إنجاز العديد من المشاريع البنية التحتية كالطريق السيار شرق غرب، جامع الجزائر، البرامج السكنية وغيرها، فإنها تدعو بإلحاح المؤسسات الصينية إلى تعزيز وتقوية استثماراتها المباشرة. أول ممول تجاري للجزائر وسابع مستورد للمنتجات الجزائرية، عدد الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والصين تعزز بها الجزائر حضورها الاقتصادي. وانطلاقا من حرص الجزائر على التعريف بالمنتوجات الوطنية لدى المستهلك الصيني، فقد يشكل التفكير في إقامة معرض دائم للمنتوجات الجزائرية بالصين من بين الميكانيزمات لتسهيل تواجد السلع الجزائرية ببلادكم الصديق، لا سيما وإنها تسوق حاليا في العديد من بلدان العالم على غرار أوروبا، أمريكا وآسيا وإفريقيا، والتي تتميز بجودة مشهود لها. تحيين النظام المضاد للزلازل ومخرجات مثمرة أخرى لأشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الصينية، الاستحقاق الثنائي الهام في مسيرة العلاقات بين البلدين. في موضوع آخر، ووسط تدابير صحية مشددة لمكافحة داء الحمى القلاعية وفي ظل تعزيز الرقابة البيطرية، فتحت أسواق الماشية أبوابها بولاية تيارت أمام المواطنين، وهو القرار الذي لقي ترحيبا واسعا لدى الموالين. العينة من سوق الحمادية للماشية مع مراد عبروس. بعد غلقها احترازيا لأسابيع، فتحت أسواق الماشية أبوابها وسط ترحيب واسع للموالين. السوق يفتح راه فتح كاع الجزائر كاملة، ماشي أي واحد، كاع إن شاء الله، كاع يلقطوا فيه وعايشين فيه إن شاء الله. كان السوق مبلع، كانت الجزائر قدام وكان يصرف عليها، باطل يصرف عليها، والمصروف هذاك اللي صرفوه ما يردوش محال. بمناسبة افتتاح السوق الأسبوعي لولاية تيارت بلدية حمادية، الأجواء راها كما يقول لك إنسان مليحة. وحاجة مليحة المواطن الموال. الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقيح رؤوس الأبقار ساهم بشكل كبير في إعادة نشاط الأسواق. كان المرض، والحمد لله البيطرية قاموا بالواجب، وكما احنا نقولوا ضربك افتح السوق والناس تخدم على أرواحها. ما عندنا لا مرض لا والو، إن شاء الله رانا مداويين لا باس علينا، ما خاصنا حتى شيء.
زويلي اثنينهم لاباس عليهم. تعزيز الرقابه في السوق الاسبوعي بتطهير المداخل باستعمال ماده الجير ومراقبه جميع الرؤوس خاصه الابقار الداخله على السوق، ومراقبه ايضا وسائل التنقل. فيما يخص الولايه استفادت من تلقيح 33,000 راس. حمله التلقيح كانت يعني مجانيه تجاوز 90%، ولم نشهد ظهور حالات جديده. وحفاظا على الصحه الحيوانيه يبقى نظام اليقظه ساريا بمواصله تدابير الوقايه. تربويا، تعلم وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين المتمدرسين والأحرار لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024 أنه سيتم فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ابتداء من اليوم الفاتح من فبراير إلى غاية 15 من الشهر نفسه، قصد تمكين المترشحين من الاطلاع والتأكد من صحة البيانات المحجوزة عبر الروابط الظاهرة على الشاشة الخاصة بالامتحانين، إضافة إلى رابط فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية للمترشحين المتمدرسين. وفي حال تسجيل أي خطأ فإنه يتعين على المترشحين المتمدرسين إبلاغ مديري المؤسسات التعليمية بالخطأ المسجل قبل تاريخ 15 فيفري. أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فيتعين عليهم إبلاغ مديرية التربية المسجلين بها أو المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد المنتسبين إليه حسب الحالة بالخطأ المسجل قبل تاريخ 19 فيفري كآخر أجل. وفي ملف الصحراء الغربية، توجه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان ديماستورا أمس إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في اجتماعات حول القضية الصحراوية حسب ما أعلنت الأمم المتحدة. هذا وبعد اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024، أكد الممثل الدائم لجنوب إفريقيا بنيويورك مارتينوس فان جالكويك، أكد مجددا دعم بلاده لجهود ستيفان ديماستورا لتحقيق حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من المغرب وجبهة البوليزاريو، وينص على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. في المغرب، واقع اجتماعي مأساوي يعيشه الشعب المغربي بسبب أزمة العطش التي تعرفها العديد من المناطق خاصة منها النائية نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها نظام المخزن بتقديم حلول وهمية لنهب الأموال، ما ينذر بانفجار اجتماعي وانهيار اقتصادي وشيك. نختم بالمشهد. مشروع نظام المخزن الوهمي لحل أزمة العطش يضحك المغاربة، انظروا من استنزف المياه. المغرب أو مملكة المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال الجنسي للأطفال هي المرادف أيضا لمملكة الأكاذيب والضحك على ذقن الشعب. ففي محاولة مضحكة لتهدئة غضب المغاربة العطشة وفي إطار استراتيجية التعتيم، أعلن المخزن عن بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة. نعم، هكذا روج للكذبة الكبيرة. دايماً هكذا، دايماً دايماً هكذا، دايماً احنا عايشين على التمر، عايشين على التمر. الناس ناعسة وأنا كنفكر في الكسيبة ديالنا وكنفكر في والديا كيموتوا بالعطش. علاش؟ باش حنا ماشي من حقنا نشربوا الماء. ويتأكد المشروع الوهمي حين نعلم أن الشركتين المملوكتين لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش هم من سيقوما ببناء المحطة، كيف لا يحصل على الصفقة وهي تقدر بمليار ونصف مليار دولار. وأنا أقول دائما أن حكومة عزيز أخنوش هي حكومة شركات. هادشي أخنوش سيدنا وسيدك الرسول الله، أنت أخنوش ماشي أخنوش. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المحطة لن تعمل إلا في عام 2030 وهي خدعة أخرى. مزيان موارد تعبئة موارد جديدة للماء، ولكن نهار الجمعة داز سقط 15 مليار درهم لشركات رئيس الحكومة في تضارب للمصالح وضرب للحكامة، ماذا تقولون؟ علاش الثروة ديال أخنوش بقات غادا طالعة؟ هكذا تنهب أموال المغاربة وهم يعيشون أزمة جفاف غير مسبوقة منذ سنوات. كنوض حتى الصباح، أقسم لك بالله فاش كنوض الصباح ما كنلقى حتى
حتى لقطه ما نجبدها. اقسم لك بالله ربي اللي شاهد عليه كنضربوا عليه. عرفتي الناس اللي قدوا يسهروا حدا البير راه كيسهروا كيتسناو بنقطه حتى تخرج. المشكل اللي راك عارف المال مشكل كامل بصفه عامه في المغرب كامل. ويواصل نظام المخزن زراعة القنب الهندي والأفوكادو واللذين يستهلكان كميات كبيرة من المياه، غير آبه بأزمة العطش التي تهدد البلاد بانفجار اجتماعي واقتصادي. أنا شوف بنت لكم هذا الأفوكادو هي اللي فيها البركة خليوها. وزراعة فاكهة الأفوكادو مثلا تمتص سنويا حجم مياه يعادل حاجيات 3 ملايين مغربي، وشركات زراعة صهيونية تستثمر فيها. نختم بالمشهد الثقافي، حيث شكل موضوع الموروث الثقافي الحساني بثقله وامتداده الدولي محور ندوة ثقافية ناقش خلالها ممثلو الاتحاد العالمي لأدباء الحسانية من الجزائر والصحراء الغربية أهمية إبراز ثراء وتنوع قيم الثقافة الحسانية الراسخة بالمنطقة. عمر تواجي. بغية النهوض بالثقافة الحسانية ولتنسيق أواصر وروابط مجتمع البيضان نظم بتندوف لقاء ثقافي للاتحاد العالمي لأدباء الحسانية. زيارة ودية بالاطلاع وتبادل خبرات وتحضير تظاهرة نواكشوط عاصمة الثقافة الحسانية، ونحتث الخطى لنشكل مستقبلا للثقافة الحسانية، مستقبلا للثقافة البيضانية في خضم المتغيرات. بدورها الجزائر والصحراء الغربية تعكس امتداد هذه الثقافة. التأسيس هذا له يعلن الرئيس عن الجزائر خاصة مكتب تندوف أو ولاية تندوف هي عاصمة الثقافة الحسانية في الجزائر. الثقافة الحسانية أكيد عنها إحدى ركائز الثقافة الشعبية في الجزائر وإحدى مكونات الثقافة طبعا، وهذا هو اللي نسعى عليه ونرجى أنه المسؤولين والجهات المختصة تأخذ هذا بعين الاعتبار وتعود الحسانية هم اللي حتى هي عندها مهرجانات قارة. انتمائنا من خلال الاتحاد العالمي لأدباء الحسانية لهذا الاتحاد هو شكل من أشكال المقاومة من خلال الثقافة الحسانية، الثقافة الحسانية المنتشرة طبعا في هذه المنطقة. كلها جهود يعكف عليها هذا الاتحاد للتعريف بغنى الموروث الثقافي الكبير للثقافة الحسانية. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.